السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وهناء. والاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن جوج ديال السلطات خفاف، سلطة الداد سريع التحضير، يعني سلطة تعجبوا الصغير والكبير، سلطة اللي ممكن نعملوها في أيامنا العادية كيف ممكن نصلحوها للضيافة. هذه سلطة ديال لي بات، يعني السلطة اللي كيحماها على الصغير والكبير، سريعة التحضير يعني فيت في دغيا تتوجد. كيف قلت هذه تصلح الايام العاديه. كيف كتعرفوا الصيف يعني كنميلوا بزاف للسلطات اكثر من اي شيء، ومن الاحسن يعني تناولوا الوليدات الخضر خاصه في هذا الصيف، يعني حاولوا دخلوا لهم الخضر قد ما قدرتوا في السلطات الصيفيه. هذه سلطه ديال لي بات. والسلطه الثانيه هي لا سالاد نيسواز. سالاد نيسواز بالخضر متنوعه كتجي لذيذه عن جد رائعه. نتمنى اقتراحي ديال اليوم ينال استحسانكم ورضاكم، واذا حبيتوا تعرفوا على الوصفات بزوج تابعوني. لتحضير هذه الوصفه غادي نحتاجوا ليبات، اي عجائن عندكم يعني بالشكل اللي نتوما كتفضلوا. انا سلقتهم بماء وملح والقليل من الزيت. عندي هنا القليل من البازيلا او جلبانه، هذه جلبانه اللي كنت فايت عملت في التصبير ديال البازيلا، يعني واحد تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال البازيلا. عندي اوراق ديال الخس. عندي هنا فلفله صفراء وفلفله ليمونيه، هذا النوع من الفلافل كيكون طيبه ديال الحلاوه، كيجيو في السلطات رائعين. عندي هنا حبه ديال الفلفل الاصفر وحبه ديال الفلفل برتقالي اللي قطعتهم بهذا الشكل. بيض للتزيين، شاركيتري او لامورتادين او لدان فيمي شنو ما عندكم. علبه ديال التونه او الاسقمري، ذره، وعندي خيار وطوماط سوغيز للتزيين. عندي لا فينيغريت والمايونيز. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لتحضير هذه السلطه. كتخلطوها كتذوقوها، يعني اذا خاصها الملح او اذا خاصها المطارد. اللي كيبغي يضيف لها المايونيز يضيف لها في هاد، يعني وهي هكا. انا كنبغي غير نزينها او نحطها، اللي بغى المايونيز يضيفها للطبق ديالو. بعد ما كتخلطوها مزيان غادي ننزلها في طبق التقديم. من بعد ما فرشت الطبق ديالي بالخس كننزلو فيه السلطه بهذا الشكل. وكنزينوه بالخيار، الخيار اللي انا عملته على شكل وريضه مع لا طوماط سوغيز. كنعملو وحده في هذا الجانب وحده في الجانب المقابل. هذا راه الخيار تتقطعوه دوائر، كل ما كان رقيق كيكون احسن. وكتجمعوه بهذا الشكل وحده على وحده بالكوردون، وكتثبتوهم بطوماط سوغيز من هنا وطوماط سوغيز من هنا باش كيبقاو ثابتين. وهنا عندي طوماط سوغيز لان نزلتها بهذا الشكل. صافي، وهذه هي السلطه ديالنا. ها هي دي واجده، يعني سلطه خفيفه سريعه التحضير وتتعجب الصغار والكبار، يعني تجي لذيذه. بالنسبه لسلطه نيسواز غادي نحتاجوا لها، عندي هنا بطاطا مسلوقه انا قطعتها بهذا الشكل. عندي خيار مبشور عملت ليه لافينيغريت العاديه بزيت نباتي والخل ملح بزار. جزر مبشور بهذا الشكل كذلك لافينيغريت العاديه. ذره، بيض مسلوق، طونه، بنجر او باربا مسلوقه كذلك وعملتها لا فينيغريت يعني بالطريقه العاديه. كاين اللي كيبغيها بالبصله او الثومه والبقدونس ممكن يضيف لها. عندي طوماط سوغيز، خس، فجل، وخيار دوائر. لا فينيغريت بالنسبه للبطاطس، هنا لا فينيغريت بزيت الزيتون والخل، كمون، ملح، بزار، بقدونس بالنسبه البطاطا. وعندي لا مايونيز. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج لتحضير هذه السلطه. كناخذوا هاد البطاطس كنوضع لها، كنضيف لها هاد لا فينيغريت وغادي نخلطها.
نخلطوها بلطف، وبطاطا يعني ما تسلقوهاش حتى كتبقى شي شويه قابطه في راسها. وملي كتسلقوها كتغسلوها بماء بارد باش كيزول منها المتبقي ديال النشا، وفي نفس الوقت ما كتخسرش. هذه السلطه من بعد ما كملناها كتجي يعني فاغيه، يعني مليئه بالخضر. كتزين اخير بقالها فقط خطوط المايونيز. السلطات ديالي من بعد ما كملتهم، هادو جوج سلطات يعني تيصلحوا الضيافه، تيصلحوا الايام العاديه، سريعي التحضير، التكلفه ديالهم في المتناول. هذه ديال لي بات خلاص يعني تيحماق عليها الصغير والكبير، يعني هذه ديال لي بات كتجي غزاله رائعه، يعني سريعه سريعه التحضير ولذيذه. كيف قلت تصلح الايام العاديه الصيفيه ديالنا، كيف ممكن كذلك تصلح الضياف. هذه لا سلطه نيسواز بطريقتي، يعني سلطه فاغيه بالخضر متنوعه، كذلك كتجي لذيذه ورائعه، وكيف شفتوا يعني في المتناول التكلفه ديالها في المتناول. رافقتها بلا مايونيز اللي انا ديجا كنت حضرت معاكم. نتمنى اقتراحي ديال اليوم ينال استحسانكم ورضاكم، واذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم عملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم، وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.